يقدم في الأمام من أوزيل وتمريره ملعوبة ما زالت أمامنا. تسديدة يا السلام، يأتي الهدف الأول في قاعات للمنتخب الكازاخستاني، ولكن الهدف يأتي للألمان، هدف يأتي للألمان أول في المباراة عن طريق اللاعب شفانشتايجر، ويا دوب تنفس الصعداء. وهذا بعض الشيء وراقة يوكيم لوف. إذن هدف أول يأتي لصالح المنتخب الألماني. تمريرة كانت أمامنا، كم نقلة من لمسة ولمسة ولعبة يعزفها مسعود أوزيل، وصلت شفانشتايجر لماها بصورة ممتازة ووضعها في المرمى، معلن عن أولى الأهداف للألمان. ماكينة ظلت شغالة، ظلت شغالة من الدقيقة الأولى وأعلنت عن بدايتها الحقيقية في الدقيقة 20 بمهارة جميلة جدا، لماها وغرفها شفانشتايجر وبلمسة ونظرة ولقاء بعد ذلك مع الشباك. ما قلناه أكد عليه شفانشتايجر بأن القادمون من الخلف ولاعبو الارتكاز لهم كلمة. خذيرة أو شفانشتايجر، خذيرة هنا أمامنا ومحاولة داخل منطقة الجزاء، كرة أمامنا ما زالت ملعوبة، وحدث ثاني، ثاني الأهداف للمنتخب الألماني، هدف ثاني صالح المنتخب الألماني. في غفلة وفي غمضة عين بعد الهدف الأول يأتي الهدف الثاني لصالح المنتخب الألماني، هدف ثاني عن طريق ماريو غوتزي يدون الهدف الثاني للمنتخب الألماني. ومن من؟ من مسعود أوزيل، لاعبو الارتكاز لهم الكلمة العليا حتى الآن، الأولى عن طريق مسعود أوزيل والثانية عن طريق اللاعب شفانشتايجر، والثانية تمريرة من جانب سامي خضيرة، والمتابعة بعد ذلك. إذن متابعة في ظل اعتراض وامتعاض للاعبو منتخب كازاخستان، هادين رائقين الألمان، والثاني للمنتخب الألماني، هدف ثاني للمنتخب الألماني. فرح أو ابتسام ألماني، هدوء حتى الآن، هل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة الهجومية الألمانية تأتي أمامنا الآن؟ تسديدا، نعم نعم، هو الهدوء الذي يسبق العاصفة الألمانية، العاصفة التسجيلية. الثالث يأتي عن طريق مولر، ثلاث أهداف عن طريق مولر. ظل الألمان صامتون، ولكن الآن يصرخون بهدف، وأطفأوا لهيب المدرجات ولهيب التشجيع والنار التشجيعية التي كانت في المدرجات. لقطة كانت أمامنا، سوء تفاهم وتناسق في الكرة الماضية، ملعوبة عن طريق كوتسي، مولر يلعب الكرة مباشرة في الأمام ليصمت المدرجات، ولكن الألمان يلعبوا على السايلنت، يلعبوا على السايلنت، على السايلنت يلعب الألمان في اللقطة الماضية بكل هدوء بكل روقان، واثقون في النفس. يأتي الهدف الثالث وفي الأداء، وهنا فرحة ألمانية وإن كانت صامتة، وإن كانت صامتة.